سوي هنا، شوف البيوت، يا الله شيء حلو. طبعا رايح على شغلاني مشان الغرام، ما قادر اصور عادي، بس شوف القعدة اللي هنا في شدة العصرية. هذا واحد انجليزي دلاني عليها، فقلت له تصميم ايطالي يوناني، قال لي شنو تصميم ايطالي يوناني انزعج، قال لي هذا هم اصلا مستنسخين من عندنا، قال لي هو هذا التصميم الانجليزي الاصلي. شوف المنطقة جت حلوة، شلون هدوء، شوف البيوت، انت شوف البيوت هنا القعدة، واحد يجي يشرب قهوة الصبح، والله بيها صور مال الانستغرام بشدة، ولا يجي يقعد هنا. هنا حلوة القعدة من الخشب، شوف شوارع الباربيكيو، هاي هنا القعدة حلوة. طبعا المكتب نسيته اني، بس خلصوا شوف الناس حلوة، اهتمني بش هالشغلات. طبعا احلى من التطور والتكنولوجيا البيوت القديمة اللي يسووها هيك شي. القعدة هنا مو حلوة، ما حبيتها، شوف كمية الزرع اللي خلوه. هذا حلو البيت، طبعا ده بصوت ناصي لانه الناس نايمة، لان صباح وبل ما تجي حكاية على الناس اللي رايح عليها. طبعا شوفوا شغل الغرض مالتي ورايح، هذا مسوي هنا غابات الامازون، شوف كلش حلو هالمنطقة. يعني هذا صاحبنا دخلني عليها وتندم، اروح واجي اصور، بس هو هاي يعني الفيديو دقيقتين وخلاص. شوف هذا علم بريطانيا، علم المملكة، هالقعدات بسيطة. وهنا عندنا على رقم ديفيد بيغام، يلا نراجع. هذا صح الفيديو قصير بس حلو ممتع، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة. هذا نفس الشارع بس بالعكس من الاتجاه الثاني، أنا جيت من هناك من قدام وهذا من ورا، يعني من الاتجاه الثاني. شوف الشمس جت حلوة على البيوت، طبعا شايل العلاليق وغراض، كمل الشغلة بالبيت. اي والله شوف خاف تقول ليش اذبح الغراض، جاوب تشيز ما زبالة. طبعا الظهرية بدا الجو يصير حار، يعني الصبح باردة، ظهر حارة، وبالليل أيضا باردة، أما يبدي حار من شهر السادس السابع للثامن. كلش على الشارع هادئ، بس أنا أروح أجيبي ماكو ناس، ما أعرف وين الناس، كل الموظفين شغالين من الصبح لليل، مربوطين بشغل، أحلى شي الأعمال الحرة. شوفي ما تخلص شغل أفتح لي. عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة، الخاطر هذه البنية الواقفة. يلا باي باي.